المشاهدين ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه من صفحه تكمن العربيه على فيسبوك مباشره. معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه. بهذه الجلسه الصباحيه رح نتكلم شوي صغيره على معظم البيانات واذا بدكم التطورات الاقتصاديه اللي عم نشهدها على الولايات المتحده. هل يا ترى لها تاثير مباشر على الاسواق الماليه او على العملات الرئيسيه بشكل عام؟ طبعا لها تاثير. هلا نحن بالنسبه لنا وكمضاربه المخاطر مرتفعه، وطبعا على طول بنجرب انه نلاقي نقاط دخول مميزه لنقدر نقلص المخاطر الموجوده عندنا بسوق الفوركس. وانما طبعا في بدايه هذه الجلسه بدي احذركم من المخاطر الموجوده عندنا، وبدي اقول لكم انه طبعا الخسائر ممكن تتجاوز راس مال او المبالغ، طبعا الايداعات الاولى اللي هي الكابيتال او راس مال المستثمر. لكن بالنسبه لنا، اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير استاذ سامر، استاذ احمد، صباح النور. لكن رح نبتدي بعمل الاوروبيه الموحده او يورو دولار. خلينا نشوف اذا عندنا بعض فرص استثمار عليها، لا طبعا نتوقع التقلبات او الفولاتيليتي الموجوده عندنا، هل يا ترى ممكن نستفيد منها ولا لا بهذه الجلسه. بدي امر شوي على الاجنده الاقتصاديه في البدايه على الايكونوميك كالندر. اوكي، خلينا نشوف اذا عندنا بعض التحركات او البيانات المهمه جدا لازم ناخذ بعين الاعتبار طبعا الاجنده الاقتصاديه بشكل روتيني وبشكل يومي، لا اذا بدكم نتفادى بعض الفولاتيليتي الضخمه او ممكن التحركات الضخمه بالسوق. فنحن كمضاربين طبعا اذا كان التحليل الاساسي تبعنا او التحليل الفني بالمبدأ صحيح، يعني بيست او مبني على تحاليل دقيقه على رسوم بيانيه، من المفروض انه لما تصدر اذا بدكم اخبار او بيانات في السوق يمشي السوق بالاتجاه الصحيح اللي نحن اخترناه، ولكن لازم يكون طبعا التحليل صحيح. هلا اليوم وفي 30 جانوري، تمام، خلص اول شهر من السنه، طبعا السنه سريعه رح تكون ونحن في انتظار شهر اكتوبر كرمال نشوف اذا هل يا ترى رح يبتدي الكراش سايكل او الانهيار للمؤشرات والاسهم الامريكيه. عندي الاسترليني دولار بعد 13 دقيقه، ولكن اخبار بسيطه جدا مثل ما عم تشوفوا مضوي ضو واحد، يعني بهذه الحاله ما عندي او الاهميه تبعه اذا بدكم كثير واطي. هلا بالنسبه لليورو زون سيلينج برايس نصل، ايضا كمان عندي اخبار ولكن بسيطه جدا على اليو اس دولار. ايضا عند الاي دي بي نون فارم امبلويمنت اللي هي طبعا مهم جدا لتحركات الدولار الامريكي، مثل ما بتعرفوا هو محرك السوق. فاليوم نهار الاربعاء اللي هو الاي دي بي، وطبعا نهار الجمعه بتكون عندي النون فارم بيرول اللي هي افضل اذا بتكون او اكثر بيان ممكن يكون عم بحرك السوق بطبعا وقتنا الحالي. وعليكم السلام استاذ محمد، اهلا وسهلا فيكم. لكن خلينا نبتدي باليورو دولار ومن وراء هذه الموجه اللي شاهدناها او موجه الارتفاع. طبعا بكل بساطه يعني هيكليه هذه الموجه من الواضح انه ممكن تكون بشكل ليدنج دايجونال او تلقب بموجه رقم واحد. ما في شك اذا في حال عندي خطوط دعم ومقاومه ضمن موجه اندفاعيه، او خلينا نقول من وراء موجه اندفاعيه بهذا الشكل، لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار على انه هذه الموجه الاولى، اوكي، الاندفاعيه، فممكن تكون بهذا الشكل 1 2 3 4 5. فبكل بساطة هيدي الموجة الأولى الاندفاعية كرمال اليورو دولار، ونتوقع أو من المتوقع هلا نرجع نشهد انخفاض الموجة رقم 2 قبل ما نبتدي بالارتفاع من جديد. فنتوقع اليورو دولار ممكن يزور بكل بساطة مثل ما تكلمنا، خلينا نقول على مستويات ال 116 116 40، ولكن قبل لازم نرجع نزور مستويات إذا بدكم ال 113 40 أو 113 50. هذه المستويات المنتظرة إذا في حال نحن كمضاربين بدنا ننتظر ونلاقي نقطة دخول مميزة أو نقطة دخول الذهبي. طبعا شو الفرق بين مضارب ومضارب؟ ليكو السوق قديش خلينا نقول دقيق وقديش في عنا شموع يابانية ضخمة عليه. فبكل بساطة ممكن إذا في حال هلأ بدي لكم هذا رسم بيان اليورو، تمام؟ إذا عندي عدة مضاربين بالسوق وعدة مستثمرين، ممكن يكون عندي مضاربين يدخلوا بهذه الشمعة، ممكن مضارب بهذه الشمعة، ممكن هون، ممكن هون، ممكن هون. ليكو قديش الفرص أو اللي خلينا نقول الاحتمالات الواردة على أنه يكون عندي فرص استثمار مع كل المضاربين او كل المضاربين يكونوا خلينا نقول عم يدخلوا بفرص استثمار على زوج اليورو دولار. كل هذه المناطق وكل الرسم بياني وكل تحرك وكل شمعه، كل ارتفاع وكل انخفاض هو فرصه على انه يكون عندي بعض المستثمرين والمضاربين انه يكونوا دخلوا في مركز استثمار. طب انا شو اللي بخليني اذا بدكم اختار انا كمضارب دخولي اذا في حال بدي هذا القاع او هذه القمه او هون المنطقه الافقيه الوسطيه، خلينا نقول هلا بهذه الحاله معظم المستثمرين عم يدخلوا مراكز شراء، معظمه بمراكز بيع. طب كيف ممكن اختار هلا مثلا اذا في حال بدي اخذ على سبيل المثل الرسم البياني هلا بالوقت الحالي، تمام؟ الرسم البياني بالوقت الحالي عم بيقول انه اليورو دولار وصل لهذه المرحله الافقيه بامتياز، ومن الواضح انه هيدي الموجه الاولى، تمام؟ طبعا
هلا معظم المستثمرين عم بيدخلوا بمراكز شراء، انا بغلطهم، هون ممكن ينخفض السوق. طيب ممكن معظم المستثمرين يكونوا عم بيدخلوا بمراكز بيع، كمان انا بغلطهم لانه ممكن يرتفع السوق. فبهذه الحاله بالوقت الحالي وبهذه النقطه بالضبط ما عندي فرصه استثمار على اليورو دولار، ولكن المحلل التقني الناجح بقول لك اذا في حال هيدي ليدنج الموجه الاولى، ومن المتوقع انه نحن ننخفض هلا بثلاث موجات تصحيه لزياره مستويات الموجه رقم 2 قرب مستوى ال 113 700 1380، من هونيك بنرجع بنفكر باشاره شراء. فانا اللي بقول لكم اياه انه هلا النقطه الحاليه او الارقام الحاليه اللي عم يتداول عليها اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده منا فرصه استثمار، ولكن اذا في حال انخفض لهذه المستويات اللي عم نتكلم عليها هي فرصه استثمار مميزه لدخولنا بمراكز شراء. فالمضارب الناجح هو اللي بينتظر نقطه دخول مميزه، اللي بينتظر نقطه دخول ذهبيه وفرصه اذا بدكم ليقدر يدخل بالسوق بمركز شراء مبيع. فبالنسبه لنا طبعا الرسم البياني هو فقط وسيله لانتظار الفرصه المميزه. طبعا استاذ انت رح نمر على الجي بي كاد واستاذ سمير على الذهب ايضا، ولكن بس شويه وقت كرمال نمر على العملات الرئيسيه بشكل او اخر. استرليني دولار هل يكون عنده اي اشارات عليه؟ انماط احتوائيه على رسم بين اليومي؟ لا. على رسم بين الاربع ساعات كمان؟ لا. ما عنده اي اشارات بتدل على انه ممكن الاسترليني دولار يكون عم بيعطيني اشارات واضحه بالسوق. ولكن بالنسبه للشموع اليابانيه ما في شك انه ممكن نكفي هلا ثلاث موجات تصحيحيه بهذا الشكل، لنرجع نزور عن جديد هذا خط الصاعد اذا بدكم، اللي هو خط ترند لاين او اتجاه عام صاعد. فبكل بساطه زياره الاسترليني دولار لهذه المستويات ممكن نرجع نخفض ونشهد مستوى ال 130 على استرليني دولار. فبكل بساطه هلا ارتفاع بسيط، اذا في حال ما تم اختراق هذه القمه تمام ممكن نرجع نبتدي بالانخفاض لزياره هذا الخط قبل ما نرجع نكفي بالارتفاع عن جديد. فهل يا ترى عندي فرصه استثمار على استرليني دولار هون؟ كمان لا. ممكن ننتظر نمط احتوائي عند ارتفاع الاسترليني لويف بي. هلا اذا في حال عم نسمي او خلينا نقول نعرض فيبوناتشي ريتريسمنت، يلا داو جونز استاذ محمد ايضا رح نمر عليه. داو جونز طبعا حير الجميع لانه عنده اتجاه عام صاعد على المدى الوسط للطويل، ولكن على المدى القصير عم بيعمل تقلبات بالنسبه ل طبعا الانخفاضات اللي عم نشهدها. لكن الاسترليني دولار هو من المستويات المنتظره على انه اذا في حال زرنا مستوى ال 61.8% او 76.4 نتوقع انه من هناك ممكن نرجع نشهد اشاره انعكاسيه وانخفاض وموجه هبوط لزياره مستويات تقريبا ال 130 اللي تكلمنا عليها. فهذه المستويات المنتظره على الاسترليني دولار لناخذها بعين الاعتبار خط فاصل بين السيناريو الايجابي والسيناريو السلبي. ايضا رح نمر على اليو اس دي سي اتش اف والنيوزيلندي دولار. خلينا نبتدي بالجي بي بي كاد تمام. بالجي بي بي كاد في البدايه استاذ عمتو جي بي بي كاد استرليني كندي. استرليني كندي اوكي نفس السيناريو مثل استرليني عم نتكلم عليه، عندي اتجاه عام صاعد ومن الواضح انه عندي قمم وكمان اعلى من بعض البعض، هذا بدل على اتجاه عام صاعد على المدى الوسط للطويل. ولكن اذا بدنا نوصل الكعان مع بعض البعض ممكن يكون عندي اذا بدكم ملامسه لمستويات ال 100، خلينا نقول بالضبط مستوى ال 172 72، فهذه المستويات المنتظره انه نرجع نتلامس معها. ولكن بهدف انه نحن انخفضنا بشكل ثلاث موجات تصحيحيه لا جي بي بي كاد تمام، الثلاث موجات تصحيحيه اللي هي اي بي سي اوكي، ممكن نرتفع هلا بثلاث موجات ارتفاع ومن ثم انخفاض لزياره هذه المستويات قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. ولكن مستويات تقريبا ال 172 80 173 هي مستويات منتظره على انه ممكن نرجع نتلامس معها قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. هلا نحن فينا ناخذ بعين الاعتبار اذا بدكم فيبوناتشي ريتريسمنت واكسبانشن نشوف بالضبط هذه الموجه وين ممكن نتلامس معها، ولكن نحن لازم ناخذ الخط بعين الاعتبار. يعني اول ما يتلامس مع الخط خط الدعم لازم طبعا نفكر انه ممكن تكون مراكز شراء. هلا اذا بدنا ندمج خطوط دعم المقاومه مع فيبوناتشي ونقول انه فيبوناتشي اكسبانشن بتحدد لي هذه الموجه اللي هي موجه الهبوط او التصحيحيه اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار وين ممكن توصل. فيبوناتشي اكسبانشن ممكن توصل لزياده مستويات ال 100% اللي هي 172.08 تمام 172.08. فهذه المنطقه المنتظره اذا في حد نرجع نفكر بشراء استرليني كندي، ولا من هون طبعا ممكن نرجع نبتدي بالارتفاع عن جديد ومن ثم الانخفاض. هلا طبعا ما في شك انه اختراق اخر قمه تسجلت عندي اللي هي مستوى ال 174.92 او مستوى ال 175 تقريبا بالضبط، هذه المستويات مهمه جدا، اختراق او اغلاق فوقها عم تعطيني اشاره شراء.
ولكن السيناريو الموجود عندي بحكم موجات اليوت وبحكم طبعا رسوم بيانيه على انه عندي ويف اي بي وسي، عندي هلا ارتفاع بسيط ومن ثم انخفاض اللي هي دبليو اكس واي، او الهيكليه تبع هذا الانخفاض هي هيكليه موجات الصحيه، فنتوقع الانخفاض. اوكي، بالنسبه للذهب الجولد، خلينا نمر على اسعار الذهب. اسعار الذهب 1315 وعم نسجل رايزنج ويدج، وعم نسجل اذا بدكم بشبه مثلث ميل على ارتفاع. من المتوقع ان نكون عم ننتهي هذه الموجه الاخيره لاسعار الذهب قبل ما نرجع نبتدي موجه هبوط جديده. ليكو بكل بساطه، ارتفاع اسعار الذهب وهذا الارتفاع اللي عم نشهده على اسعار الذهب، ما في شك على انه ممكن يكون عندي، خلينا نقول بعض السيناريوهات المفترضه على انه يعني الهبوط قادم. اوكي، الهبوط جاي، يعني الموجات الاندفاعيه او ارتفاع الذهب خلينا نقول الجديه، ليكو هذا الارتفاع لاسعار الذهب. تمام، ليكو هذا الارتفاع، الارتفاع بيكون اذا بدكم بامبلسيف ويف وبشكل اندفاعي لدرجه انه بنكون عم نشوف قوه رهيبه. يعني الموجات التصحيحيه اذا في حال اتجاه العام الصاعد ضخم والمومنتوم او زخم الارتفاع عن الذهب واضح، بنشوف الموجات التصحيحيه بسيطه جدا وصغيره. تمام، ولكن هلا الاسعار الذهب، هلا الاسعار الذهب عم نلاحظ انه الارتفاع على رسم بين اليومي، عم نلاحظ انه الارتفاع ضخم، عفوا الانخفاض ضخم، يعني الموجات التصحيحيه ضخمه مقابل الارتفاع، يعني ما عم نشوف ارتفاع اكثر اذا بدكم من الموجات التصحيحيه، ولكن الموجات التصحيحيه عم نشوفها كانت ضخمه. فمن المتوقع انه يكون عندي هذه الموجات التصحيحيه، وحتى اذا ندخل على رسم بين الاربع ساعات، هذه الموجات اللي عم نشهدها هي موجات من الواضح انه تصحيحيه، يعني اذا في حال عندي هون كوركتيف ويفز اكثر من الموجات الاندفاعيه والامبلسيف او الموتيف ويفز، يعني ما في شك انه هذا الارتفاع كله هو تصحيحي. يعني اتوقع انا بعد من مصر على انه يكون عندي اذا بدكم سيناريو المثلث كحد اقصى، اذا في حال بدنا نفكر بالسيناريو الايجابي ممكن يكون عندي هلا انخفاض ومن ثم ارتفاع وانخفاض عن جديد لاسعار الذهب لزياره ويف اي. تمام، ويف اي ممكن ترجع نستهدف فيها مستوى 1244. هلا طبعا هذا الارتفاع من الواضح انه المضارب ما بيقدر يتحمله، يعني المستثمر على المدى الوسط للطويل بقول لك ممكن اتحمل الارتفاع للذهب 20 و30 و40 دولار اذا في حال انا داخل بعدد عقود صغيره واداره مخاطر، ولكن هذا الارتفاع كمضارب ممكن حدا انه يقدر يتحمله. فانا بنصح المضاربين ينتظروا اشاره انعكاسيه على سبيل المثال نمط احتوائي يرجع يعمل لي اغلاق اذا بدكم، او يسجل لي اغلاق سلبي بشمعه احتوت الشمعه اللي قبلها وتكون لونها طبعا احمر، فبهذه الحاله الانجلفينج باترن او نمط الاحتواء ممكن يعطيني اشاره للمضاربين انه يرجعوا يبتدوا بمراكز البيع او يعززوا مراكز البيع. وانا ما طالما نحن بعدنا بهذه المستويات كمستثمرين على المدى الوسط للطويل لازم تفكروا انه بعد عندي موجه هبوط، كمضاربين بتكون تفكروا انه هذه المستويات منا المستويات المنتظره لدخولنا بمراكز بيع. هلا اذا بندخل في براتش اكسبانشن على هذه الموجات بالضبط، خليني افرجيكم بس هذا الموضوع كيف ممكن يعطيني اشاره لاسعار الذهب. اوكي، مستويات الفيبوناتشي او مستويات خلينا نقول الاكسبانشن شو بتقول لي؟ بتقول لي هذه الموجه اي بي سي اللي هي ويف دبليو، اوكي اكس وويف واي. هلا هذه الموجه اللي هي اي بي سي هذه ويف دبليو، اوكي ويف اكس ونتوقع ارتفاع ويف واي. ويف واي ممكن تستهدف بكل بساطه مستوى 161% اللي هي تقريبا مستويات 1332 قبل ما نرجع نفكر بالاتجاه الهابط عن جديد. تمام، بهيدي الحاله زياره مستوى 1332 ممكن تاذي كثير من المضاربين على انه يتلكوا حساباتهم، فبهيدي الحاله لازم ننتظر اشارات مميزه لدخولنا بمراكز بيع. اما للمستثمرين على المدى الوسط للطويل ارتفاع بسيط ما بضرهم من هون 20 دولار لاسعار الذهب، ولكن اتوقع انه تكمله الاتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل. نيوزيلندي دولار، نيوزيلندي، خلينا نمر على جي بي كات دون، الذهب، داو جونز، داو جونز المؤشرات الامريكيه. شو ممكن توقع على المؤشرات الامريكيه؟ من الواضح انه طبعا الارتفاع مسيطر. هلا نحن ما في شك انه من وراء الانخفاض قلت لكم كنا انهينا الموجات التصحيحيه ثلاثه، ومن الواضح انه هذه الموجات التصحيحيه من هذه الكمه ويف اي ويف بي وويف سي قد انتهينا منها، ونحن هلا في صدد ارتفاع موجي لاختراق قمم جديده وطبعا تسجيل اذا بدكم ارقام جديده. هلا ولكن هل يا ترى هذا الارتفاع رح يكون بهذا الشكل او هل يا ترى رح يكون بهذا الشكل؟
اوكي، او ممكن ايضا بشكل اخر اللي هو خلينا نقول بعض التقلبات الضخمه، مثل على سبيل المثال هيك، تمام؟ ما حدا بيعرف شكل الارتفاع، ما ممكن يتم تحديده الا اذا في حال قدرنا نحدد الموجات اللي هي رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثه الاندفاعيه، الاربعه التصحيحيه، كومبلكس الى اخره. ولكن اللي بقدر احدد لك اياه انا على انه نحن هلا في صدد موجه افقيه بشكل مثلث او مرحله افقيه، لا اذا بدكم تريح المؤشرات مثل الار اس اي والستوكاستيك والام اي سي دي، هذه المؤشرات اوكي لازم يرتاحوا من طبعا وقت لوقت، لانه من وراء ارتفاع معين بكونوا وصلوا لمنطقه الاوفر بوت بوزيشن او منطقه التشبع بالشراء، فلازم السوق يصحح حاله. ولكن ممكن التصحيح ما يكون بالاتجاه الهابط، ممكن يكون بمرحله تصحيح افقي. ولكن اللي بقدر اكد لكم اياه على انه داو جونز اي بي سي دي ممكن يرتفع لملامسه هذا الخط ومن ثم انخفاض ويف اي قبل ما نبتدي بالارتفاع، ولكن الاختراق طبعا رح يكون بالاتجاه الصاعد، وما في شك انه تكملة الاتجاه الصاعد على المؤشرات الامريكية منتظرة بالجلسات القادمة، تمام؟ هذا بالنسبة لداو جونز. هل يا ترى بقدر انا كمحلل فيدكم بالنقاط بالضبط؟ طبعا صعب بالنسبة للمؤشرات الامريكية، صعب يكون عندي تحاليل اذا بدكم دقيقة جدا بالنسبة للارقام، لانه يعني شمعة 5 دقائق على الداو جونز عم تشتغل 100 و150 نقطة، شمعة 4 ساعات عم تشتغل 400 و500 نقطة على الداو جونز. يعني الداو جونز عم بيتحرك بشكل ضخم جدا وبشكل سريع، على انه المضارب ما بيقدر يعرض وقف خسارة بشكل 20 و30 و50 و100 نقطة، لازم يعرض اقل وقف خسارة 400 و500 نقطة. مش هيك بنصحكم لكل الاشخاص اللي عندهم حسابات، يعني من حسابات ضخمة، يطولوا بالهم وما يدخلوا بالمؤشرات الامريكية، لانه ما عندهم اي مستندات اذا بدكم تعطيكم نقطة دخول مميزة جدا. المؤشرات التقلبات تبعه الفولاتيلتي تبعه خطره جدا، لدرجه انه تحرك بسيط عم بيكون 150 و200 و300 نقطه. هي عم نتكلم على رسم بين الساعه وايضا 5 دقائق، ولكن اتجاه الصاعد متوقع للمؤشرات الامريكيه لملامسه اذا بدكم القمه اللي هي مستوى ال 24900 كمرحله اولى، وايضا تصحيح بسيط وممكن يكفي الاتجاه الصاعد. نيوزيلندي دولار استاذ حسن، النيوزيلندي دولار طبعا من العملات الرئيسيه اللي عم تسجلوا هاي الكارنسيز، هن اللي بيقدموا فوائد اكثر من غيرهم. ما في شك انه وصلنا دخلنا بمرحله اذا بدكم افقيه يا لا تكمله اتجاه الصاعد، ولكن القوه واضحه على انه عم نسجل كمم وكعان اعلى من بعض البعض. عند تسجيل الرسم بين كمم وكعان اعلى من بعض البعض، اوكي، لكن هون عندي قاع اعلى اعلى وكمه طبعا عندي اعلى واعلى، من المتوقع ان الاتجاه عم صاعد، تمام؟ يعني احنا ممنوع نفكر بمراكز بيع الا اذا في حال عنا شيء بيدعم نظرية البيع، إشارة انعكاسية، نمط احتوائي، شمعة، خلينا نقول عطتني إشارة انعكاسية أو مؤشر أكثر من رائع واستراتيجية أكثر من رائعة، ممكن ناخذها بعين الاعتبار. ولكن طالما نحن بالاتجاه العام الصاعد باي ذا ديبس، يعني كل ارتداد اشتري، كل موجة تصحيحية طبعا لازم ندخل مراكز شراء. فمن المتوقع أنه يكون عندي هلا موجة تصحيحية على اليورو دولار باتجاه الهابط، وبعض الموجات التصحيحية على العملات الرئيسية، واليوم عند الاي دي بي نون فورم. فإذا في حال كانت قوية الدولار الامريكي، وانا اتوقع انه العملات الرئيسيه بتبدا بموجه تصحيحيه بسيطه، تمام، فاتوقع انه اليوم الاي دي بي ممكن يكون عنده احتمال اكثر من 50% انه يكون الاتجاه صاعد وقوي للدولار الامريكي، لنبتدي بموجه تصحيحيه بسيطه لليورو والاسترليني والاسعار الذهب قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. فالدولار الامريكي ممكن يعمل باونس صغير اليوم، وعلى الاي دي بي بالساعه 3:30 الساعه 3:30 او الساعه 4:30 بتوقيت السعوديه، الاي دي بي امبلويمنت تشينج ممكن تكون ايجابيه للدولار الامريكي، ولكن لمرحله بسيطه وقصيره قبل ما نرجع نفكر ب اذا بدكم تارجت او باهداف اخرى للعملات الرئيسيه. هلا بالنسبه لليو اس دي سي اتش اف، يو اس دي سي اتش اف بيشتغل عكس اليورو، يعني اذا في حال اتوقع انه اليورو عنده موجه تصحيح باتجاه الهابط ليكفي اتجاه الصاعد، اوكي، ممكن يكون عندك هون انخفاض للدولار سويس على رسم بين اليومي، هلا موجه تصحيح باتجاه الصاعد قبل ما يكفي اتجاه الهابط، اليورو عكسه، تمام؟ اليورو عكسه، يعني اذا في حال نتوقع هلا اليورو دولار انه ممكن يكون عم بيعمل موجه تصحيح باتجاه الهابط ليكفي اتجاه الصاعد، هون العكس صحيح. هلا كمضارب على رسم بين ال4 ساعات، ما في شك انه ممكن تكون موجات تصحيحية، هذه المستويات مهمة جدا، مستويات مهمة جدا،
ترقبوا مستويات ال 76.4% اللي هي 099.69 099.69، ترقبوا هذه المستويات. اذا في حال ما قدرنا نغلق فوق بشمعه 4 ساعات وابتدينا بالارتداد واشاره انعكاسيه، ممكن نسجل بعد one more leg down، يعني موجه هبوط بعد اخرى لزياره مستوى ال 098.70 قبل ما نرجع نفكر بالشراء عن جديد. تمام، فهذه المستويات هلا اللي عم نتداول بقربها مهمه جدا. اذا في حال ما قدرنا نغلق فوقه ترقبوا اذا بتكون ضعف للدولار مقابل السويسي. ولكن بكل بساطه انا كان هدف اليوم شوي انه نعمل موجه تصحيح باتجاه الهابط للعملات الرئيسيه، فاتوقع اذا في حال اي دي بي امبلويمنت تشينج كانت ايجابيه، الدولار السويس ممكن يخترق هذه المستويات، ممكن يخترق هذه المستويات بكل بساطه. ومن وراء طبعا الفرنك السويسري، او خلينا نقول من وراء الفوائد اللي عرضوها على الفرنك السويسري، وكنا قلنا انه ممكن يكون عندي خلينا نقول فوائد نيجاتيف بالبنوك المركزية، إذا بتوضع مال أو هلأ مبلغ من المال بالبنوك المركزية السويسرانية بتدفع عليهم، يعني بدل ما البنوك الأوروبية والعالمية بيعطوك فائدة اللي هي 1% و2%، بنعرف يونايتد ستيتس والولايات المتحدة وبنقارن الفوائد ببعض وبقولوا إنه هلأ الفيدرال اللي رح يرفع الفائدة في الولايات المتحدة وبنعمل ضجة والمضارب بصير خايف إلى آخره. الفرنك السويسري عنده نيجاتيف، يعني المستثمر او خلينا نقول المواطن لما يوضع مال بالبنك المركزي بيدفع عليه نيجاتيف 0.75% او 0.75%. فبهذه الحاله قوه الفرنك السويسري على طول موجوده لانه عندهم ثقه بنفسهم. هلا بالنسبه للتحليل التقنيه، ما في شك انه هذه الموجه اللي داخلين فيها هو شبه مثلث، والمثلث هلا من وراء تثبيته لهذه المستويات المتوقع انه يكون عندي تثبيت لمستويات ال 61% او لمستوى 76.4%. على المدى الاسبوعي هلا عم نتكلم، على المدى الوسط للطويل هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا للدولار السويس كحد اقصى 1.0030 هي المستويات المنتظره لبدايه موجه تصحيحيه بالاتجاه الهابط. فما في شك انه هذه الابسايد المثلث ميل على ارتفاع يلقب بالرايزنج ويدج. رايزنج ويدج هي نمط او شكل تمام باترن بالتحاليل التقنيه بتقول انه اذا في حال كان عندي مثلث ميل على ارتفاع الاختراق بالميل لتحت، وعلى طول بدخل بفرجيكم اياها على جوجل وبتعملوا سيرش على رايزنج ويدج. فهلا بكل بساطه انا اتوقع على المدى الوسط للطويل يكون عندي موجه هبوط للدولار السويس، ولكن مرحله في بوناتشي من اخر قمه ريتريسمنت، لكن مش اكسبانشن، هون في بوناتشي ريتريسمنت. هلا عم نتداول قرب مستوى ال 61.8% كحد اقصى 76.4 ممكن تكون القمه المنتظره لدخول مراكز بيع، او اقله لامتحان او تجربه مراكز بيع. بالنسبة لي أو جلسة اليوم رح يكون منتظر شوي صغيرة بعد تحركات اليورو والسترلين والدولار السويس أيضا، نتفة صغيرة كرمال أرجع أخذ وقت مركز بالسوق. هلأ فرصة الاستثمار الوحيدة اللي أنا كنت عم فكر فيها هي الدولار كاد. هلأ الدولار كاد كان سجل لي موجات تصحية، هذا المركز أو هذا خلينا نقول فرصة الاستثمار اللي رح أعرض عليكم هلأ عالية المخاطر، أوكي، هاي ريسك، يعني الاشخاص اللي حابين يدخلوا فيها معي بده يعرفوا انه هذا المركز انا عم بحدد لكم او عم بصنف لكم المراكز هاي ريسك. الرسم البياني عم بيعطيني شبه موجه تصحيح ويف اي ويف بي، واتوقع ويف 1 2 3 4 5 ويف سي قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. فعم فكر انا ادخل بمراكز شراء على الدولار كاد وباستعمل في بوناتشي ريتريسمنت من اخر قاع لاخر قمه تم تثبيت مستويات ال 88.2% بالضبط، وهذا الشيء بيساعد او ممكن يكون عندي سيناريو واضح على انه تم تثبيت ويف بي واتوقع ارتفاع ويف سي. فانا اللي رح اعمله رح ادخل بمراكز شراء بالدولار كاد من المستويات الحاليه ب 0.5 من العقد مركز شراء، تمام، مع وقف خساره تحت اخر قاع تسجل عندي يلي 131.75، تمام. موديفاي اوردر 1.31 خلينا نحطها، اوكي، هذا وقف الخساره 1.31.70، هيدي 1.31.70، هذا وقف الخسارة اللي عرضناه تحت آخر قاع تم تسجيله عندي، وتحديد الهدف راح يكون تقريبا فوق آخر قمة وصل لها الدولار كاد، هذه هي القمة اللي هي 133.133.60، راح نحطها 133.50، أوكي؟ 133.50 هو الهدف تبعنا، تمام؟
هذا الهدف طبعا 133 50. فمن المتوقع أن يكون عندي إشارة شراء. هلا عم نسجل على رسم بين الساعة الموجة الثانية اللي هي 1 ويف 1 ويف 2، ومن المتوقع أن يكون عندي ويف 3 الموجة الاندفاعية التالية بالاتجاه الصاعد. وهذا الشيء بيدعم نظريتنا على انه ممكن الاي دي بي امبلويمنت شيج على الساعه 3 ونص او 4 ونص بتوقيت السعوديه للدولار الامريكي اليوم تصدر او تطلع ايجابيه البيانات لبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد وزياده مستوى ال 133 او 134. ولكن انتبهوا، الدولار كاد اذا في حاله بده يبتدي بالارتفاع لزياده هذه المستويات بدكم تكونوا اكيدين او عارفين انه هذا الارتفاع هو فرصه بيع. اوكي، يعني نحن على المدى الوسط للطويل انتم عارفين انه نتوقع انخفاض الدولار كاد لزياده مستوى ال 126 وحتى ال 121، يعني على رسم بين الاسبوعي هذه المراحل الافقيه اللي عم ندخل فيها هي ايكو ديستنت شانل ويفز، ومن المتوقع انه يصير نفس السيناريو مثل ما حصل عنا قبل، نفق ميل على ارتفاع ابورد شانل، اختراق نفق ميل على ارتفاع ابورد شانل، 7 سوينج هاي 1 2 3 4 5 6 7، سبع قمم، اوكي، سبع ارتفاعات. فبهذه الحالة نتوقع من وراء موجة تصحيح بالاتجاه الصاعد نرجع نخترق لتكملة الاتجاه الهابط. فنحن السيناريو على المدى الوسط للطويل اتجاه عام هابط، من المفروض انه ما ندخل بالاتجاه المضاد للاتجاه العام على المدى الوسط للطويل. يعني اذا نحن شايفين على المدى الطويل انخفاض للدولار كاد، ممنوع منعا بتاتا ندخل بمركز شراء. فانا عم بكسر القوانين، I'm breaking the rules بمركز الشراء. من هيك عم بقول لكم هذا الاستثمار هو هاي ريسك، عالي المخاطر. فالاشخاص اللي حابين يدخلوا فيها يدخلوا بجزء بسيط وصغير من العقود كرمال لما تتاثر، اذا طبعا لا سمح الله لمسوا في الخساره. تمام، انا بتشكر وجودكم ودعمكم لي بشكل يومي. يعني هذه الجلسه عم نتميز فيها بشركه تكمل من وراء طبعا وجودكم معنا بهذه الجلسه. إذا احتجتوا أي شيء موجودين للخدمة على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. ما تنسوا تزوروا مدونة تكمل اللي هي طبعا من خلال الموقع تدخلوا على على المدونة وبتشوفوا كل البوست اللي عم نتكلم فيها على أبرز التحاليل الاقتصادية والتشنجات العالمية اللي عم تحصل بين الدول الكبرى. بتمنى لكم نهار أكثر من رائع ومثمر. أستاذ محمد بشكرك، وأيضا بشكر الجميع لوجودكم بهذه الجلسة. كان معكم محلل تقني جزاف ظهري من شركة تكمل. مباشرة إلى اللقاء.